السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء طلاب الصف الأول الثانوي، معكم أستاذ مصطفى السيد. إن شاء الله فيديو جديد على قناة بيولوجي مصطفى السيد. هنبدأ النهاردة الدرس الثاني عندكم في المنهج، اللي هو بيتكلم عن حاجة اسمها الليبيدز. إيه الليبيدز يا مستر؟ قال لك والله يا سيدي زيها زي الكربوهيدرات، عبارة عن بيولوجيكال مايكرو مولكيولز. حلو، يعني إحنا نقدر نقول إن هي they are biological macromolecules، أو نقدر نقول إن هي they are polymers which consist of smaller molecules. حلو، smaller molecules الكلمة الجنرال ليها يعني مونيمر، أي حاجة صغيرة بيسموها مونيمر. السؤال بقى يا مستر، إيه المونيمر بتاع الليبيد؟ لأنه مستحيل يكون جلوكوز. ليه؟ لأنه الكربوهيدرات أزا ماكرومولكيول مختلفة تماما عن الليبيد أزا ماكرومولكيول، فمعنى كده إن هما مختلفين في المونيمر، صح؟ المونيمر بتاع الليبيدز اسمه فاتي أسيد. حلو، ايه بقى الفاتي اسيد ده؟ شكله عامل ازاي؟ يعني عايز اعرف فاتي اسيد ده. قال لك والله يا سيدي الفاتي اسيد ده هو عباره عن لونج تشين من الكربون which alternate with الهيدروجين، سلسله طويله من الكربون بيتعاقب معاها الهيدروجين. طيب وفي الاخر تروح حاطط لي كربوكسيل جروب. ليه يا مستر كربوكسيل جروب؟ قال لك عشان هو اسمه فاتي اسيد، فكلمة أسيد دي يعني حمض. الأسيديتي جاية منين؟ قال لك من مجموعة الكربوكسيل جروب أهو. طب السؤال يا مستر، سي بقى فوقها إيه؟ قال لك والله في هيدروجين، لأنه إحنا قلنا إن دولت كلها أورجانيك مولكيولز، يعني فيهم كربون وهيدروجين أهو. تمام، أنا ما عنديش مشكلة أهو. السؤال التاني ده كده شكل الاستراكشر بتاع الفاتي أسيد، قال لك ركز بقى معايا في اللي جاي. بس يا مستر الاستراكشر ده أنا مطالب بيه؟ قال لك لأ. طيب انا بحب اكتب فاتي اسيد هعمل ايه؟ قال لك بص يا سيدي ركز معايا، لو انا جيت هنا وخدت ستريت لاين باث ثرو الكربون اتوم، يعني لو خدت ستريت لاين هيعدي لي على الكربون اهو، نزله لي تحت، وفي الاخر خالص روح حطيت لي مجموعه الكربوكسيل، فانت كده ببساطه يا سيدي كونت او ركبت او كتبت الفاتي اسيد. يعني ده اللي انت مطالب بيه؟ ده اللي انت مطالب بيه، الشكل اللي قدامك اللي هو ده. لكن ده يعني لنفسك كده تبقى عارف الكيميكال ستراكشر بتاعه. طيب تمام، معنديش مشكله. المعلومة الثانية، هي الليبيدز دي عبارة عن ايه يا مستر؟ يعني انكلود، انت قلت لي الكربوهيدرات دي انكلود الشوجر والستارش والفايبرز، طيب الليبيدز دي انكلود ايه؟ قال لك بص يا سيدي الليبيدز انكلود اول حاجة الاويلز الزيوت، تاني حاجة انكلود الفاتس، تالت حاجة انكلود الواكس، رابع حاجة انكلود حاجة اسمها الفوسفوليبيد. طب مستر الاسماء كتيره قوي، مش طب انا هعمل ايه؟ ولا تعمل اي حاجه، انت كده كده بس يعني في الاول مع البدايات هتبدا واحده واحده تتعود على الكلام، وواحده واحده هتبدا تقول انه يعني الموضوع بسيط. طيب هل الليبيد يا مستر سولوبل في الووتر؟ قال لك لا والله الليبيدز ان سولوبل في البولار سولفنت زي الووتر. ماشي، ودي انا عارفها، يعني لو انا جبت نقطه زيت وحطيتهم في كوبايه ميه فانا فعليا هلاقي انه الزيت الاويل مش هيدوب فيه، معنى كده انه الليبز مش بتدوب في الميه. طب ليه سموا الميه بولار سولفنت؟ لا دي كيمياء ومش علينا، يعني انت مش مطالب بيها. طيب نيجي المعلومه الثانيه مستر، طب هي ما بتدوبش في الميه، بتدوب فين؟ بص يا سيدي، انت خدت بعضك مثلا و اكلت ساندوتش مثلا، ساندوتش همبرجر ولا حاجه، و وقع عليك نقطتين ثلاثة كده من الفاتس اللي فيه، فماما تقول لك انه اتبقى على التيشيرت. طب الحل الوحيد نعمل ايه؟ طبعا الحل الوحيد انه ببساطة خالص هنجيب شوية تينر ولا شوية بنزين وماما هتعمل لك التيشيرت وخلاص بقى راحت. طيب السؤال بقى، ايه علاقة ده بده يا مستر؟ ببساطة خالص قال لك ان الليبيدز سوليبل في البنزين، اللي هي ماما جابت البنزين او التينر ده وراحت حاطه لك فيه البقعه، قامت طالعه البقعه. طيب بتدوب في حاجه ثانيه؟ قال لك بتدوب في مركب اسمه CCl4. طيب CCl4 ده عليا الكيميكال ستراكشر بتاعه؟ لا انت عليك اسمه، بس بما انه كتبت لك كيميكال ستراكشر فانت عادي تعرف تجيب اسمه. C يعني كربون و4 يعني تترا كلورايد، فالمركب اسمه كربون تترا كلورايد. طيب ممكن اسميه من الشمال لمين يا مستر؟ عايز اسميه تترا كلورايد كربون عادي برضه. يبقى انت دلوقتي عندك كام معلومه اللي اطلع منهم؟ ان الليبيدز بيولوجيكال ماكرومولكيولز، المونيمر بتاعهم فاتي اسيد،
وعرفت الاستراكشر بتاع فاتي اسيد عباره عن سلسله طويله من الكربون بيتالترنيت مع الهيدروجين، بس احط لي في الاخر كربوكسيل جروب لان هو اسيد، وانا مش مطالب بده، انا مطالب بان انا اروح خط واخد خط مستقيم كده وراح حاطط او اتش كربوكسيل، وان هي بتكون انسولوبل في البولر سولفنت، يعني مش بتدوب في الميه اللي هو البولر سولفنت، لكن بتدوب في النون بولر. النال بولر زي مين يا مستر؟ زي البنزين وزي الكربون تتراكلورايد. طيب تمام، ما عنديش مشكله. طب يا مستر ما تقول لي الاستراكشر بتاعها بتاع الليبيد زي مصنوع من ايه؟ انا هديك السمبل استراكشر للليبيد. قال لك الليبيد بتتكون من اذا واحد اذا اتنين اذا ثلاثه. ده ايه ده يا مستر؟ ادا واحد فاتي اسيد، ادا الفاتي اسيد رقم اتنين، ادا الفاتي اسيد رقم تلاتة. يعني هي اول حاجة الاستراكشر بتاع الليبيد اللي انت هتكتبه دلوقتي يا مستر هي عبارة عن فري فاتي اسيد. قال لك اه. طيب تمام، مع ايه تاني؟ يعني ايه اللي معاهم؟ قال لك معاهم واحد مولوكيول من الالكحول اهو، OH OH OH. الكحول ده اسمه ايه يا مستر؟ بيسموه تراي هيدروكسي الكحول، او الاسم التاني اللي عليك الاتنين انت مطالب بيهم الجليسرول. طيب تمام، في مشكله بتواجهنا بس انا اصلا ما اعرفش يعني ايه الكحول، يعني ما اعرفش انت ليه كاتبه ده. يعني بص يا سيدي، اللي انا هشرحه ده مش عليك، بس عشان لو انت حابب تفهم الكلام اللي متقايل قدامك او اللي مكتوب قدامك ده، مش حابب تفهمه وعايز تعرف اللي عليك، فهو اللي عليك اللي انا كتبته ده، اللي هكتبه بعد كده بالاحمر ده مش عليك. بص يا سيدي، الالكحولز هي عباره عن كيميكال اورجانيك كومباوند، ان شاء الله ربنا يكرمك كده وتدخل ثالث ثانوي هتاخدها في الاورجانيك لو انت مكمل علمي، هتاخد الالكحول من ضمن الاورجانيك كيمستري. الالكحول ليها كاركترستكس كتير قوي، ليها صفات كتير قوي، بس اهم صفه بتخليك تعرف، اهم صفه بتخليك تعرف ان الكومباوند اللي قدامك ده هو الكحول ولا لا، هي اللي انا هعملها لك دلوقتي. قال لك الالكحول بتتميز ان بيكون عندها حاجه اسمها تيرمينال هيدروكسيل جروب. هي فين التيرمينال هيدروكسيل جروب؟ اهي او اتش، دي اسمها هيدروكسيل جروب، وتيرمينال يعني موجوده في الطرف. انا ايه رايك ان انا كاتب لك دلوقتي قدامك، كاتب لك 3 كومباوند، ادا كومباوند واحد ادا الثاني ادا الثالث، تعرف تفرق لي ما بينهم؟ هتقول لي يا مستر انا ملاحظ حاجه ان الكومباوند الاولاني فيه واحده او اتش، الكومباوند الثاني فيه 2 او اتش، الكومباوند الثالث فيه 3 او اتش. صح، انت صح. طيب ادي اول تفريقه. التفريقه الثانيه تقدر تكتب لي اسمهم؟ قال لك اه. مش ده في واحده يا مستر او اتش؟ ايوه. فواحد يعني ايه باللاتيني؟ مونو، وهي دي اسمها ايه الاو اتش؟ اسمها هيدروكسي. الكتاب كاتبها لك هيدروك، هيدروك عادي عادي، الاثنين واحد، وهو الكحول ادي الالكحول. طيب مستر نسمي المركب الثاني، خلاص عرفنا بقى ده في 2 او اتش، ف2 يعني داي هيدروكسي الكحول. طيب ده في 3 او اتش، طب قول لي ال3 يعني ايه؟ يعني تراي هيدروكسي الكحول. ايه ده يا مستر؟ ده اللي انت كاتبه فوق ده اللي هو ده؟ اه صح. بس يا سيدي انت بقى عايز ايه من اللي انا كاتبه قدامك؟ انت مش عايز حاجه خالص غير ده، عايز دي التراي هيدروكسي الكحول اللي اسمه جليسرول، وعايز المونو هيدروكسي الكحول. بس ده اللي انا عايزه، ده اللي انت مطالب بيه، تبقى عارف لي ان المونو هيدروكسي الكحول هو عباره عن الكحول في واحده او اتش، وعارف ان التراي هيدروكسي الكحول هو عباره عن الكحول في 3 او اتش. بس انت مش عايز دي، مش عايز دي. نرجع بقى للاستراكشر بتاعنا ونرجع للدرس بتاعنا، همسح الجزء اللي انا شرحته ده وهو انت مش مطالب بيه خالص، عشان اوريك ازاي بنكون. طيب بص يا سيدي، انت اللي قدامك ده ايه؟ عندك 3 فاتي اسيد، يعني 3 مولكيولز من فاتي اسيد، وعندك تراي هيدروكسي الكحول. السؤال بقى، نقدر نقول على اللي قدامنا ده ليبيد؟ قال لك لا مستحيل. ليه يا سيدي؟ قال لك علشان هم مش مربوطين ببعض. طيب حلو، يلا نربطهم ببعض يا سيدي. هنربطهم بايه؟ قال لك كيميكال بوند. ماشي، كيميكال بوند احنا اتفقنا اتفاق انه اي كيميكال بوند عندك هتتكون في منهجك، فاحنا لازم قصادها بنشيل ووتر. ماشي يا سيدي، هنيجي عند الكربوكسيل جروب دي ونشيل OH، ونيجي عند الهيدروكسيل جروب ونشيل H، كده شيلنا ميه. ماشي، نيجي عند اللي بعده هنشيل OH، وعلى اللي بعده نشيل H، على اللي بعده نشيل OH،
وعلى بعده نشيل اتش. يبقى انا دلوقتي شلت كام ووتر مولكيول؟ عملت اليمينيشن لثلاثه ووتر مولكيول. طب حلو، حط بقى قصادهم البوند يا مستر. هنحط يا سيدي، نمسح بقى الاول اللي شلناه. احنا شلنا اتش ومعاها او اتش، ادي ميه اتش 2 او، شلنا اتش ومعاها اتش او اتش، شلنا اتش ومعاها او اتش. يلا يا مستر نحط البوند. يلا يا سيدي نحط البوند اهو، ادي البوند ادي البوند ادي البوند. ده كده انت قدامك ايه؟ السامبل ستراكشر للليبيد. يبقى السامبل ستراكشر للليبيد هي عباره عن 3 فاتي اسيد بيتحدوا مع مين؟ مع واحد الكحول اسمه تراي هيدروكسي الكحول، او الاسم الثاني اللي كتبته لك من شويه اللي هو جليسرو. عرفنا بتتكون ازاي؟ عرفنا. انت عليك المنظر ده. طيب تمام ماشي، نخش على اللي بعده. ايه اللي بعده؟ انا والله يا سيدي اللي بعده احنا هنتكلم على التايبس بتاعت الليبيد. التايبس اهو يا سيدي، ادي التايبس. احنا قلنا انه الكربوهيدرات، نرجع بقى للكربوهيدرات، اتقسمت الى سمبل و كومبلكس، صح؟ هنا برضو الليبيدز اتقسمت لسامبل وكومبلكس وحاجه ثالثه اسمها الدريفيتيفز، اسمها دريفيتيفز. طيب تمام ماشي يا سيدي مستر. انت بما انك عملت تايبس يعني عملت كلاسيفيكيشن، فمعنى كده انه في ديفرنسز، وده اللي انت عودتنا عليه، صح؟ دي حقيقه. طيب قول لي يا سيدي كده ايه الديفرنسز؟ قبل ما اقول لك الديفرنس، طب ما تخلينا اديك اكزامبلز. وليكن مثلا السمبل ليبيد هناخد منها الاويل، هناخد منها الفاتس. ننزل تحت شويه خليها هنا. هناخد منها الواكس. طيب اديني يا مستر اكزامبل على الكومبلكس ليبيد، هناخد منها الفوسفوليبيد. مستر دي كان الاكزامبل اللي انت كتبتها لنا في الاول. ايوه صح. طب ما تدينا اكزامبل على الديريفيتيفز، هنديك الكوليسترول والسترويدز. طبعا انت دلوقتي قاعد وجاي لك ايرور وتماما مش فاهم حاجه، عادي واحده واحده كده وانت هتستوعب. بص يا سيدي، نعرف الاول كل واحد فيهم بيتكون من ايه. مش اللي قدامك دول سمبل ستراكشر للليبيد؟ فانا من شويه قلت لك انه السمبل ستراكشر للليبيد بيتكون من 3 فاتي اسيد مع تراي هيدروكسي الكحول. احنا بقى مش هنكتب ده، هنكتب جليسترو زي ما الكتاب كاتبها عادي. الاثنين عليك الاثنين عليك والاثنين نفس المعنى. طيب تمام، نيجي للفاتس. قالك الفاتس بتتكون من 3 فاتي اسيد مع جليسرول، ماشي. طب نيجي للواكس. قالك الواكس بيتكون من 1 فاتي اسيد بس عنده هاي مولكيولار ويت، وزنه جزيئي كبير. يعني ايه وزنه جزيئي كبير؟ يعني عنده كربون هيدروجين اتوم كتير، ماشي. وطالما 1 هنربطه بقى مع تراي هيدروكسي الكحول؟ لا، امال هنربطه مع مين؟ مع مونو هيدروكسي الكحول. هو ده الفرق ما بين التايبس بتاعت الكحول اللي شرحتها من شويه. قلت لك انا مش محتاج غير ال1 والتراي، انا مش محتاج مين؟ مش محتاج الداي، عشان كده انا مسحته. مونو هيدروكسي الكحول، ماشي يا سيدي. وانت دلوقتي واقف وعمال تبص كده على الصوره اللي قدامك، فانت بتقول لي يا مستر في مشكله صغيره بتواجهني. ايه هي المشكله الصغيره؟ انه الاويل والفات الاثنين عندهم نفس الاستراكشر. هقول لك صح، بس انا هحط كلمتين دلوقتي والكلمتين انت مش هتفهمهم غير لما اشرح، بس خليني اكتبهم لك. قال لك ان الاويل بيتكون من 3 ان ساتوريتد فاتي اسيد، الفاتس بتتكون من ساتوريتد فاتي اسيد. طبعا يعني انت هتقول لها مستر يعني وانا ناقص، ما الباقي ده انا اصلا مش فاهم. بص يا سيدي، علشان تفهم كلمه الساتوريشن او ساتوريتد وان ساتوريتد، فانا ببساطه خالص هنزل تحت اهو كده وهشرحها لك وركز معايا. لو هنعتبر انه اللي قدامك ده فاتي اسيد واللي قدامك ده فاتي اسيد، وانت كده معلش بعد اذنك عد لي الاتومز اللي قدامك. هتقول لي يا مستر ادي 1 2 3 4 5 6 دي كربوكسيل جروب، وادي 1 2 3 4 5 6 دي كربوكسيل جروب. يعني الاثنين زي بعض فين؟ في النمبر بتاع الاتومز اللي هي مين؟ الكربون. بس بعد اذنك هل الاثنين دول شبه بعض؟ لا. ليه؟
لان انت بصيت لقدامك ده هتلاقي كل البوند اللي فيه هي عبارة عن سنجل بوند، عبارة عن ايه؟ سنجل بوند. لكن تعال لي هنا على الاخ ده هتلاقي انه في عندك دبل بوند وفي تريبل بوند، طبعا بخلاف السنجل، بخلاف السنجل. معنى كده انه ده فيه دبل اور تريبل بوند. بيقول لك انه المولكيولز اللي بيحتوي على، او الفاتي اسيد اللي بيحتوي على سنجل بوند بس سنجل بوند ومفيش اي نوع تاني، بيسموه ساتوريتد، يعني مشبع. لكن الفاتي اسيد اللي بيحتوي على دبل او تريبل بوند بخلاف طبعا السنجل بيسموه ان ساتوريتد، يعني غير مشبع. حلو، يعني ايه يا مستر مشبع وغير مشبع؟ طبعا اللي قدامكم اللي انا بشرحه ده انت علشان تفهم اشرح لك يعني ايه كلمه مشبع. كلمه سنجل بوند معنى كده انه الفاتي اسيد قدامك او الموليكيول اللي قدامك ده ما ينفعش اعمل له كيميكال رياكشن اسمه الاديشن، يعني ما ينفعش احط عليه حاجه. ليه؟ لان كل البوند اللي عنده اصلا هي سنجل، فمش هينفع. فعشان كده بقول لك هو مشبع، هو شبعان مش محتاج حاجه. لكن الانساتوريتد يعني غير مشبع. ليه؟ لانه انت لو جيت هنا اهوت على الدبل بوند ده اهي ورحت جاي عامل اديشن لهيدروجين هنا واديشن لهيدروجين هنا، البوند دي هتتكسر. يعني معنى كده ان المولكيول ده لو اديته فهو هياخد فعلا عادي. ليه؟ لانه غير مشبع. طيب مستر اللي انا انا طبعا يعني الحته دي والجزئيه دي كلها عشان اشرح لك ساتوريت وانساتوريت فانا هخش في تفاصيل كيمياء، وفي الغالب يعني الجزء ده بيبقى بعافيه معاكم شويه، ف احنا هنحاول ناخد اللي يهمنا وخلاص. يبقى انا دلوقتي عارف، بالمناسبه يعني عشان اديكم معلومه، لو انا سالتك الاويل ليكويد ولا سوليد هتقول لي يا مستر ليكويد. لو جيت سالتك الفات هو ليكويد ولا سوليد هتقول لي يا مستر سوليد. ايه السبب بتاعه؟ السبب بتاعه هي نفس الحته اللي انا قاعد بشرحها دي. دايما الساتوريتد فاتي اسيد بيتميز ان هما وجود في الروم تمبرشر في السوليد ستيت. دايما الانساتوريتد بيتميز ان هو في الروم تمبرشر موجود في الليكويد ستيت. اما بالنسبه لاسباب فوالله كيمياء، وانا عارف انه انتوا عندكم مشكله في انه في بايو وفي كيمياء فالاثنين مع بعض فيهم مشكله. فبعد اذنك كل اللي تعرفوا لي انه الساتوريتد فاتي اسيد يعني كل البوند اللي فيه سنجل، الانساتوريتد فاتي اسيد يعني في بوند دبل او تريبل بخلاف السنجل. نرجع لمرجعنا. ادي يا سيدي الاويل، فاحنا عرفنا يعني ايه انساتوريتد. يا مستر عرفنا خلاص، يعني البوند اللي فيه هي عباره عن في بخلاف السنجل فيها دبل هي تريبل. ماشي، ساتوريتد يعني مشبع يعني البوند اللي فيه سنجل. بس يا سيدي. طيب تمام، نيجي للفوسفوليبيد. بص يا سيدي، الفوسفوليبيد بقى الاستراكشر بتاعها عامل ازاي؟ لما انا اجي اقول لك ايه تقدر تقول لي ايه الاستراكشر بتاع السمبل ليبيد؟ هتقول لي يا مستر كنا قلنا 3 فاتي اسيد مع 1 جليسرول اهو. اقول لك صح، ورحنا ربطناهم ببعض بوند، ادي البوند. ده ايه؟ ده السمبل استراكشر لمين؟ للليبيد عادي، يعني ده هو نفسه اللي موجود في الاويل، نفسه اللي موجود في الفاتس. ما ينفعش يبقى موجود في الكومبلكس ليبيد. ليه؟ لانه كومبلكس. طيب الكومبلكس ليبيد يا مستر اتكونت ازاي؟ قال لك بص يا سيدي ركز بقى معايا، هو نفس الاستراكشر عادي، يعني جليسرول ادي جليسرول، بس بدل ما هم 3 فاتي اسيد لا احنا هنشيل الثيرد فاتي اسيد. يعني كل اللي عندك دلوقتي 2 فاتي اسيد اهم دول. طب التالت ده هنوديه فين؟ قال لك شلناه وحطينا حاجه مكانه اسمها الفوسفيت جروب والكولين جروب. يعني احنا يا مستر كاننا عملنا ريبليسمنت للثيرد فاتي اسيد. شلنا التالت الفاتي اسيد رقم 3 وحطينا مجموعتين مكانه. يعني معنى كده يا مستر ان الكومبلكس ليبيد اللي هو اشهر مثال عليها الفوسفوليبيد هي زيها زي الفات والاويل في انه عندها جليسرول. زيها زي الفات والاويل ان عندها فاتي اسيد. بس ركز بقى معايا، الاويل والفاتس عندهم 3 هي عندها 2. طيب هي بقى عندها ايه مش موجود في الاويل والفات؟ هي عندها الفوسفيت والكولين. طيب تمام ماشي يا سيدي، نيجي لمين؟ للثالثه. الثالثه اللي هي مين؟ اللي هي دريفتيفز. ايه بقى يا سيدي فكره الدريفتيفز؟ بص يا سيدي، دريفتيفز هقول لك ترجمتها بس اما اخلص الاول هي جايه ازاي. قالك الدريفتيفز هي عباره عن، خلينا نشرحها هنا. هي عبارة عن هنجيب السمبل ليبيد اور الكومبلكس ليبيد ونروح اعمل لهم عملية اسمها عملية الهيدروليسز.
بس انا ما اعرفش يعني ايه الهيدروليسيس. بص يا سيدي، عشان الكلمه دي هتشوفها كتير قوي عندك في اليونت دي. فكره او معنى كلمه هيدروليسيس في الكيمستري يعني معناها كده ان هي الاديشن للووتر. يعني انا لما اجيب مركب واحط عليه ميه فمعنى كده ان انا عملت هيدروليسيس. لما اجيب السمبل ليبيد او الكومبلكس ليبيد وهعمل لهم هيدروليسيس بيدينا حاجه اسمها ديريفيتيفز. يعني معنى كده يا مستر الديريفيتيفز دي اصلا جايه من السمبل او الكومبلكس، صح؟ عشان كده اصلا ترجمه الديريفيتيفز بيسموها المشتقات. المشتقات يعني ايه؟ مشتقه من السمبل او الكومبلكس. طيب تمام ماشي يا سيدي، نيجي على اللي بعده. انت اديتنا كام اكزامبل؟ قال لك والله يا سيدي انا اديتك اثنين، اديتك كوليسترول والاسترايد. طيب ماشي، نرجع لمرجوعنا. الاويل ده بقى لايه فينا يا مستر؟ بيقول لك يا سيدي الاويل بيكون مور كومن في البلانتس، يعني بيكون موجود بوفره في البلانتس زان الانيمال. الفاتس بتكون مور كومن في الانيمالز. يعني احنا مثلا فكره الزيوت، الزيوت كلها اصلا جايه منين؟ جايه من البلانتس، جايه من النباتات، زيت عباد الشمس والشله دي كلها وزيت الذره، كل دي زيت زيوت نباتيه بما فيهم البين باتر. حتى يعني البين باتر هي عباره عن ليكويد اصلا. طيب ليكويد من الاويل يعني بلانت. اما بالنسبه للفاتس ففي الانيمال، يعني انت بتمسك حته لحمه بتلاقي فيها حته دهن، يعني انيمال. طيب السؤال الثاني يا مستر، الاويل ده بقى بخلاف البلانتس هلاقيه فين؟ قال لك بص يا سيدي، هتلاقيه بيكفر الفيذر بتاع الاكواتيك بيردز. السؤال ليه؟ لا خليها ليه كمان شويه. اما بالنسبه للفاتس الاقيها فين؟ قال لك هتلاقيها ستورد اندر السكن بتاع سام انيمال، خصوصا اركتيك انيمالز زي البولار بير. طيب الواكس هلاقيه فين؟ قال لك هتلاقيه كفر الديزرت بلانتس، سام بارتس في الديزرت بلانتس. بس يا سيدي بس يا سيدي، ركز بقى معايا علشان نشوف هو كل واحد فيهم بيعمل ايه. اما بالنسبه للاويل فقال لك ان هي كفر الفيذر بتاع الاكواتيك بيرز. يعني انت لو مسكت الطائر كده ومسكت الفيذر بتاعه فانت هتلاقي ان الفيذر من بره مي اتغرق باويل. ليه؟ شوف عظمه ربنا بقى يا سيدي. انت عارف ان الاويل انسلوبل فلوتر، فتخيل الطائر ده نازل في الميه كل يوم، يعني الميه هتدخل جوه جسمه فهتعمل له ايه؟ هتزود الويت فهتقله فممكن يغرق. او هو لو طاير فوق في السماء والدنيا مطرت فالميه دخلت فوزنه زاد فراح واقع ميت. هتقولي ثواني يا مستر، هو يعني لو الميه دخلت وزنه يزيد؟ اه بص يا سيدي، التيشيرت اللي انت لابسه دلوقتي حالا، بما ان احنا في الصيف، التيشيرت اللي انت لابسه حالا دلوقتي خده وحطه على الميزان، هتلاقي مثلا وزنه بكتير قوي 100 جرام. خده بقى نفس التيشيرت ده وحطه تحت الحنفيه وبعدين وزنه، هتلاقي ان الوزن بتاعه زاد. معنى كده انه الميه لما عملت بنتريشن ودخلت جوه الويت زاد. هي نفس الفكره بالنسبه للبيرد، لو الميه دخلت عنده جوه فمعنى كده ان الويت زاد فمش هيقدر يطير، هينزل تاني يقع. فكلمه كفر الفيذر بتاع الاكواتيك بيردز ليه؟ تو بريفنت البنتريشن للووتر، مش عايزين الميه تدخل. ماشي يا سيدي، نيجي اللي بعده. نيجي للواكس. كفر الديزرت، كفر سام بارتس في الديزرت بلانتس. ليه بقى؟ ادي البلانت اهو، وهلاقي انه سام بارتس منه خصوصا الليفز كفرد باي ثيك لاير كده من الواكس. الواكس دي كيميكال سبستانس مش عليك اسمها، بس خلينا نكمل. ليه بقى؟ بص يا سيدي، ادي الميه هنا، الميه تيجي تطلع تلاقي الواكس بره فما تطلعش، تيجي تطلع تلاقي الواكس بره ما تطلعش. فمعنى كده انه كفر الديزرت بلانتس او سام بارتس في الديزرت بلانت هنا بقى تو بريفنت البنتريشن زي الاويل؟ لا، تو بريفنت اللوس اوف ووتر. السؤال بقى يا مستر ليه؟ يعني ليه ربنا جاي كده وحاطط على الديزرت بلانتس الواكس لاير؟ انت مثلا هديك مثال على الديزرت بلانتس، وليكن مثلا الكيكتس الصبار، الورقه بتاعته بتكون سك كده وسميكه. السؤال بقى هو ليه؟ انت تخيل نفسك دلوقتي اهو ماشي في الصحراء والشمس فوق دماغك وانت عمال تعمل سويت بتعرق، فانت عمال تعرق، فالحل الوحيد انك بعد ما تعرق بتشرب ميه. هو السؤال ليه انت بتعمل سويت؟ علشان جسمك يتخلص من الحراره الزايده، مش موضوعنا دلوقتي. فانت عملت حاجه اسمها سويتنج عرق. ما هو البلانت يا حبيبي نفسه زيك، بلانت قاعد في الصحراء فهيعمل سويتنج، بس السويتنج بتاع البلانت اسمه ترانسبيريشن، اسمه نتح، اسمه مش سويتنج.
فهيضطر يلوز اماونت من الووتر، وهو اصلا عايش في الصحراء، يعني اصلا ديفويد للووتر، رير انفايرمنت، هي بيئه نادره من الميه اساسا. فالحل الوحيد انه نعمل ديكريز لللوسنج ووتر على قد ما نقدر، وده من عظمه ربنا علشان يحتفظ بكل كميه الميه اللي عنده عشان ما يموتش فعليا. طيب تمام، يبقى احنا عرفنا انه الواكس كفر الديزرت بلانتس. طبعا الواكس مش بس اللي موجوده في الديزرت بلانتس، الواكس مثلا زي الواكس اللي هو معمول منه الكاندل ده، عادي ده مثال عليه، يعني الواكس اللي بينوره بتاع الشمع ده. طيب نيجي للفاتس. قلت لها يا مستر ان هي بتستور اندر السكن للبولار بير، ليه؟ يعني انت كل حاجه عمال تشرحها لنا، فاشرح لي دي بقى. بص يا سيدي، انت دلوقتي في الشتاء ودخلت الشتاء، بتبدا تعمل ايه؟ بتبدا تلبس تقيل. ليه؟ علشان تحافظ على درجه حراره جسمك. طبعا المعلومه الصغيره اللي انت ما تعرفهاش، انه انت لما بتلبس تقيل، اللبس تقيل مش بيدفيك يا حبيبي، انت بتدفي نفسك. يعني انت جسمك فعليا هو اللي بيدفي نفسه، انت بس كل اللي بتعمله انك بتلبس تقيل علشان تعمل بريفنت للوس للتمبريتشر بتاعتك. يعني انت دلوقتي عندك وسطين، درجه حراره جسمك 37 وسران ميديم بتاعك حوالي مثلا 10، فمعنى كده ان انت بقى عندك حاجه اسمها كونسنتريشن جريدنت، يعني فرق في التركيز، مكان عالي من التمبريتشر ومكان منخفض، فيبدا يحصل موفمنت للتمبريتشر من الهاي لللو، يعني من جسمك للسراوند ميديم، فانت عمال تفقد حراره، فانت عمال ترعش، فسلام عليكم البقاء لله حرفيا عادي. فانت بتلبس تقيله علشان تقلل فقدان التمبريتشر ده على قد ما تقدر. يعني حبيبي الهدوم مش بتدفي، يعني الهدوم مش هي اللي بتديك التدفئه، انت بتدفي نفسك يعني. المهم انت دلوقتي لبست الجاكيت عشان تدفي نفسك. تخيل بقى حيوان عايش في الاركتيك اريا، في المناطق اللي هناك الاقطاب، ودرجه حراره طبعا بالماينس 30 و40 وحاجات كده، ارقام غريبه، هيعمل ايه؟ هيلبس جاكيت حلو، بس هو ما عندوش جاكيت حبيبي. فالحل الوحيد انه يعمل ايه بقى؟ ركز، انه ربنا يخلي في عنده طبقه سميكه من الفاتس تحت جسمه، تحت جلده مباشر. ليه؟ قال لك علشان تشتغل اذا ثيرمال انسيليتر، تشتغل كعازل حراري. شكرا. تشتغل كاز ثيرمال انسيليتر او عازل حراري، يعني هي بالبلدي كده طبقه الفاتس السميكه اللي في البولار بيردي ببساطه خالص، عشان هي بديل الجاكيت بتاعه. ماشي حلو، نيجي للي بعده. يبقى احنا عرفنا الاويل بتكون كومن في البلانتس، الفات كومن في الانيمال، وعرفنا انه الاويل بيكفر الفيذر بتاع الاكواتيك بيردز علشان نمنع دخول الميه، وان الفاتس بتستورد في اندر السكن علشان تشتغل از ثيرمال انسيليتر زي الجاكيت، وانه الواكس موجود في الديزرت بلانت علشان يعمل بريفنت اللوس اوف ووتر. نيجي لمين؟ نيجي للكومبلكس ليبيد. ايه يا سيدي اللي قدامك؟ قال لك والله بسيطه خالص، الكومبلكس او الفوسفوليبيد، ركز بقى معايا، هلاقيها فين؟ قال لك لو انت دخلت على السيل ممبرين او البلازما ممبرين بتاعت اي ليفنج سيل. بتاعت ايه يا حبيبي؟ اي ليفنج، مش انت بس ولا البلانت بس، اي ليفنج سيل على البلانت كله، فعندها حاجه اسمها سيل ممبرين او بلازما ممبرين. هنخش نشوف، الاقي انه السيل ممبرين او بلازما ممبرين مصنوع من حاجه اسمها فوسفوليبيد. طيب تمام، يعني معنى كده ان الفوسفوليبيد بتخش في تكوين السيل ممبرين. ودي المفاجاه، ان هي اصلا عندك في يونت 2 هتاخد السيل ممبرين، وان هو بيتكون من فوسفوليبيد وكربوهيدرات وبروتين، بس الاساس دلوقتي ان الفوسفوليبيد بينتر الاستراكشر اوف سام بارت اوف ذا سيل لايك السيل ممبرين. طيب تمام مستر، الفوسفوليبيد بيتميز بايه عن اللي فوق دول كلهم، عن دول ودول ودول؟ هيتميز انه عنده فوسفيت جروب، يعني فيها اليمنت اسمه الفوسفرز علشان اسئله، وهيتميز انه عنده الكولين جروب والكيميكال ستراكشر مش عليك، بس تعرف لانه فيها اليمنت اسمه النيتروجين. فلما اجي اقول لك الاليمنت اللي داخله في الفوسفوليبيد ايه، بص ركز معايا، الاليمنت اللي داخله في الليبيدز كلهم، الكومن اللي انا هكتبهم حالا، كل الاليمنتس اللي داخله في الليبيدز كلهم، السي والاتش والاو، مش احنا متفقين عليه ان هم كلهم ماكرو مولكيولز، والاساس فيهم انه اورجانيك مولكيولز، فيهم سي واتش او. بس الفوسفوليبيد او الكومبلكس ليبيد فيهم حاجتين زياده، فيها الفوسفرز فيها النيتروجين. المعلومه دي خليها عندك عشان لما تسال عليها في الاسئله وانت بتحل في الكتاب. طيب نيجي اللي بعده. انت قلت لي يا مستر دي فيها الكوليسترول وعندي فيها الاسترويدز، انا ما اعرفش يعني ايه الاسترويدز. بص يا سيدي، السنه اللي فاتت انا مش فاكر انت اخدتها بقى في الاندوكراين سيستم ولا اخدتها في الريبرودكشن، اخدت هرمون اسمه التستوستيرون، واخدت هرمون اسمه الاستروجين، واخدت هرمون اسمه البروجسترون. التستوستيرون هو الميل هرمون،
وهو responsible for the appearance للميل secondary character، ظهور الصفات السنوية اللي هي زي البيرد والطف الصوت. البروجسترون والاستروجين هما مسؤولين عن الفيميل secondary character. ركز بقى معايا، يعني معنا كده التستوستيرون هرمون، بروجسترون هرمون والاستروجين هرمون، التلاتة دول تحت مسمى الاسترويد. فلما اجي اقول لك الاسترويد بتعمل ايه، بتقول لي يا مستر ورك از هرمونز. طيب تمام ماشي، حلوه المعلومه، خلصنا الجزء ده، خلصنا الجزء ده اللي انت مطالب بيه بس مش اكتر. يعني نيجي للمعلومه الثانيه مستر، هي ايه الفانكشن للليبت، ايه الامبورتنت الليبت في حياتي؟ بص يا سيدي، الامبورتنت قلتها لك اصلا وانت مش واخد بالك. يعني ايه؟ يعني مثلا ان هي موجوده فين، كفر الفيزر بتاع الاكواتيك بيردز علشان تعمل بريفنت الانتري روت، وان هي ستورد اندر سكين بتاع البولر انيمال عشان تشتغل على السيرمال انسيرتي. طبعا دي الامبورتنس وهتلاقيها مكتوبه في كتاب عندك كده، بس انا شرحتها لك. هتلاقي ان هي كفرد سام بارتس في الديزرت بلانت علشان تعمل بريفنت لوس اوف ووتر، وان منها بيدخل حوالي 5% من اورجانيك كومبوننت للسيل زي الفوسفوليبيد اللي بيخش في السيل ميمبرين، ونصام منها بيخش از او بيشتغل از ورك از هرمون زي الاسترويد. بس في واحده فيهم انا ما قلتهاش، الا وهي اول واحده واهم واحده فيهم، انه اول امبورتنت للليبت ان هي المين سورس اوف انرجي. مستر كده بدا يجي لي ايرور، اقول لك صح ليه، لانه لما انا شرحت الجزء بتاع الكربوهيدرات قلت ان الكربوهيدرات هي المين، بس كتبت جنبها كلمه فاست. طب ما هو ده مستر المين وده المين، بس كربوهيدرات فاست، تقدر تقول الفرق؟ ركز بقى معايا وشوف اللي جاي. بص يا سيدي، هنعتبر ان ده بيتك، وانه هنا اهو في وظيفه جايه لك، والوظيفه اللي جايه لك دي ب 3000 جنيه تمام، حرفيا قصاد بيتك، وانه في وظيفه تاني جايه لك في مكان تاني بعيد عنك في محافظه تانية. انا مش يعني مش هينفع اقول اكزامبلز، ممكن تكون انت مش من القاهره ولا من الجيزه فانت ما تعرفش، فخليني اقول لك في محافظه تانية، وهتضطر تصحى له بدري ومش عارف ايه و و و و و وهتاخد 6000 جنيه. يعني انت دلوقتي قدامك وظيفتين، واحده حرفيا لازقه في البيت وواحده سكه سفر، واحده فيهم بثلاثه واحده فيهم بسته، انت هتختار مين؟ طبعا انت علشان شاب هوائي ومندفع دلوقتي في مرحله الجنان هتقول لها مستر انا اختارهم سته. اقول لك طب ما ايه رايك نقعد قاعده كده ونحسبها بالورقه والقلم. يلا، الوظيفه ام ثلاثه لو هي هتبدا تسعه وهتخلص اربعه، فانت حرفيا قبل تسعه بخمس دقائق لو صحيت ورحتها فانت هتوصل في ميعادك، ولو خلصت اربعه في البيت بالظبط هتبقى اربعه وخمسه، ولا بقى صرفت فلوس مواصلات ولا مجهود بدني ولا عمال تتنطط في مواصلات. تمام ماشي، تعالى بقى الوظيفه ام 6. وظيفه ام 6 فانت علشان تروح الساعه 9 برضو نفس مواعيد الشغل، فانت حرفيا هتصحى من الساعه 5. ليه؟ هتصحى بقى على ما تفطر وتصلي الفجر ومش عارف ايه وتنزل سكه سفر ساعتين، ولو خلصت 4 فانت حرفيا هترجع البيت يمكن الساعه 7. يا سيدي خلينا اقول انت هتصحى 7، فانت فعليا خدت قد ايه في الطريق؟ خدت 12 ساعه في الشغلانه، لكن الشغلانه الاولى اخدت فيها قد ايه؟ 7 ساعات. طيب نيجي للمعلومه الثانيه، الشغلانه اللي فوق انت ولا صرفت فلوس مواصلات ولا مجهود بدني ولا تعبت نفسك ولا طالع نازل ولا الجو ده، تعالى بقى في دي، فانت فعليا هتصرف مواصلات، لو عندك عربيه فانت مجهود بدني وهتصرف بنزين، فمعنى كده انه الاحسن لك هي الوظيفه ام 3 يا مستر، بس قليله بس اريح فعليا من كل الجوانب، هي افضل مش عشان بس المرتب قليل، هو ده فعليا اللي جسمك بيعمله. بيكون قدامه 1 جرام و1 جرام من الليبت من الكارب، الواحد جرام من الكارب هيديله 3 كيلو كالوري او كالوري، بتاع الليبت هيديله من 5 ل 6. ها يعني انت متخيل انه الليبت بتدي انرجي ضعف ضعف الكربوهيدرات، بس جسمك بيروح لمين؟ بيروح للكارب، لان هي سريعه، ولا بقى هتتعبه في مواصلات ولا مجهود ولا في ثانيه، علشان كده انا قلت عليها هي الفاست. امال امتى يا مستر جسمي يروح للليبت از ا سورس اوف انرجي؟ لما يكون جسمك فيهوش كربوهيدرات عادي، الموضوع بسيط. عشان كده لو انت بتعمل دايت فالدكتور اول حاجه يقولها لك ايه؟ يقول لك بعد اذنك قلل لي الكارب على قد ما تقدر علشان يجبر جسمك على انه يوز الاستورج انرجي. يبقى الليبت والكربوهيدرات الاثنين مين سورس،
ده بالعكس، ده الليبيد كمان الاماونت اوف ريليز دي انرجي منه بتكون تكاد تكون الدبل. بس مين فيهم الاسرع؟ ده لانه مش بيحتاج مجهود مقارنه بالليبيد. طيب تمام، باقي انا مش شرحتوش، باقي يا سيدي عندك الجزء بتاع البراكتيكال. طيب مستر احنا انا قلقان وخايف، وجزء البراكتيكال ده انت برضو في الكربوهيدرات سبته. انا بس هخلص البروتين واقول لك انه جزء البراكتيكال ده هينزل في ورقه واحده ويخلص في 5 دقايق، فما تقلقش. طيب امال نعمل ايه دلوقتي؟ بص يا سيدي، نشوف اسئله كده زي ما متعودين، نشوف هنفكر فيها ازاي. ده وليكن سؤال اهوت. بص يا سيدي، بقول لك ايه؟ بقول لك اكسبلين الكار مينتيننس وركر ريزورتس تو يوز بنزل فور كليننج اب هيز كلوز. الراجل العامل بتاع الورشه بيستعمل البنزين علشان يغسل الملابس بتاعته. ليه؟ لانه الملابس بتاعته مليانه شحم، والفاتس والاويل اللي موجوده فيها ديت بتسولبل فين؟ بتسولبل في البنزين. ماشي، ادي معلومه. بيقول لك الفولوينج فيجر الستريت، بيقول لك الستريت ذا مولكيولز اوف تو ديفرنت فود سبستانس بيفور اند افتر ديجستشن. ادي واحد فيهم اهو، وادي الثاني اهو. ده كده قبل وده كده بعد. ليه؟ لانه قبل السهم وبعد السهم رياكتنت برودكت. وادا اكس وادا واي وادا زد وادا ال. بيقول لك ايه بقى؟ which of the following represent the product of digestion of fat substance. سؤال وانا بس هعرف منين. بص يا سيدي، وانا لما شرحت الفات قلت ان الفات بتتكون من ايه؟ من 3 فاتي اسيد وجليسرول. السؤال بقى، الثلاثه فاتي اسيد والجليسرول شبه بعض؟ لا. طيب معنى كده انه في الغالب اللي شكلهم مختلفين هي دي اهي اهي مثلا يعني. طيب تمام، which of the following اهو represent the product of digestion of fat substance. مال يا مستر اللي فوق دي عباره عن ايه؟ اللي فوق دي كانت بوليساكرايد، لانه ده شكل الجلوكوز لو انت فاكر. فهتقول لي يا مستر اللي لما امسك ده واكسره فهيدينا الزي وهيدينا ال. بس يا سيدي، بس يا سيدي، فدي الزي وال. بيقول لك الواكس covering plants plant leaves has the ability to decrease the water loss. صح والله. بس السؤال ليه؟ يعني انا قلت لك ادي الورقه اهي ومحطوط عليها من بره واكس، ليه الميه هتيجي تخرج تقول لها لا ده انت واكس فانا ما بدوبش فيك؟ السؤال بقى، علشان الواكس فيه كحول اللي هو الكحول، ولا علشان فيه فاتي اسيد؟ تقول لها مستر فاتي اسيد، لان هو اصلا انسولبل فيه. فانت هتدور على مين؟ على ان هو ات كونتينز فاتي اسيد. يعني فكره انه ليه الميه اللوز بتاعها قليل في الواكس؟ عشان فيها فاتي اسيد، وفاتي اسيد انسولبل في الوتر. طيب واتش ذا فولينج سبستانس، لا دي بتاعت البراكتيكال بنحلها بعدين. نيجي اللي بعده، بقول لك from the following diagram عندك compound X عندك compound Y إدى Z. تمام، if Z is a compound present in the body of penguin and helps in keeping its temperature. البنجوين زيه زي البولار بيل. طب هو مين يا مستر اللي انت قلت عليه ده؟ الفات. مش قلت لي الفات stored under the skin of arctic animals. ماشي، conclude what each of the biological compound X and Y. حلو، مش زد ده الفات؟ طب والفات مصنوع من هنا؟ تقول لي يا مستر مصنوع من 3 فاتي اسيد بلس الجليسرول. يبقى انت عندك واحد فيهم 3 فاتي اسيد وواحد فيهم جليسرول. وده السؤال، الconversion of oil from liquid state to solid state by adding hydrogen. لما انت تجيب الاويل وتحط عليه هيدروجين، التفاعل ده بيسموه تفاعل هيدروجينيشن، تفاعل اديشن اوف هيدروجين. طيب ده سببه ايه؟ ده سببه يا سيدي ان انت كسرت الدبل والتريبل بوند. لما بتحط الهيدروجين بتكسر الدبل والتريبل بوند، فمعنى كده ان انت حولته من انساتوريتد لساتوريتد. طب مثلا المعلومه دي ما اعرفهاش ولا تزعل نفسك، مش انت يا سيدي هتحول الاويل لفات؟ يعني انت هتحول الاويل من ليكويد لسوليد ستيت اللي هي فات. فمعنى كده ان انت هتحول الانساتوريتد لساتوريت. بس يا سيدي الموضوع بسيط، وكده اكون خلصت لكم الدرس الثاني بتاع الليمت. طبعا ما تنسوش السبسكرايب والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.